وعلى غير العادة في الظروف اللي زي دي، الجبهة السلفية أعلنت إنها هتشارك في مظاهرات بكرة، ومش بس كده، أصدرت بيان دعت فيه عموم المسلمين في مصر للنزول لميدان التحرير دعما اللي سمتهم اللقات الثلاثة، لا للطوارئ، لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ولا لعسكرة الدولة. ومعانا على التليفون الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية. مساء الخير يا دكتور. دكتور خالد، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور خالد. يعني الجبهه السلفيه قطعت مظاهرات كتير في الفتره الاخيره، ايه السبب الاساسي وراء الدعوه للمشاركه بشكل حاشد في مظاهره بكره اللي انتوا هترفعوا فيها لا للطوارئ، لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين، ولا لعسكره الدوله؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، هو طبعا احنا قطعنا الجمعه اللي فاتت وقلنا الاسباب، بس هقولها اختصارا. اولا، لان كانت بدايه الدعوه الجمعه اللي فاتت كان فيها برضو موضوع تاجيل الانتخابات وتسليم السلطه لمجلس مدني غير منتخب، فطبعا الدعوتين دول مع بعض دعوتين خطيرتين جدا على الحياه السياسيه في مصر. ثم هو المطلبين دول ما كانوش من ضمن المطالب الاساسيه المرفوعه يا دكتور، بس في الاول يعني هم رفعوا، انا متاكد من ذلك. بعد كده تم تغيير هذه المطالب وتم طرح 7 مطالب تانية توافقيه، وفي ومع ذلك في بعض القوى الاسلاميه شاركت. ده كان سبب الرفض. ثانيا، احنا كنا متوجسين جدا ان يحصل حاجه في جمعه 9/9، وبالفعل حدث ما كنا نتوجس منه بسبب دعوات لعمر عفيفي وغيرها من الدعوات اللي سمعناها اللي كانت بتدعو للاصطدام مع المجلس العسكري او اثاره حاله من الشغب او السيطره على مؤسسات الدوله الحيويه زي ما قال عمر عفيفي او غيره. كنا بنخشى فعلا ان يحدث مثل هذه الاحداث ثم يفرض على اثرها احكام عرفيه او غير ذلك. فاحنا بنظن ان هناك من يدير الفوضى والعبث، زي ما البيان الاخير بيقول هناك اداره للفوضى والعبث في البلاد. طيب، اللي استجد اللي استجد ان تم فرض حاله الطوارئ. انا اظن ان حاله الطوارئ التي فرضت على مصر اكثر من 30 عاما هي كانت اهم الاشياء التي اشعلت ثوره 25 يناير، ومن اهم وعلى راس مطالب الثوره الغاء حاله الطوارئ. الان بتعود حاله الطوارئ مره اخرى بعدما كدنا ان نتحرر او نتخلص منها. انا اظن ان ثوره 25 يناير افلحت بالفعل في سلخ جلد النظام السابق، لكن ما زال بقيه النظام او هيكل النظام موجودا بصوره او باخرى. طيب، يعني لا للطوارئ فهمناها، ولا للمحاكمات العسكريه للمدنيين مفهومه، لكن لا لعسكره الدوله، ايه اللي بيخلي الجبهه السلفيه تشعر بانه في اتجاه لعسكره الدوله نازله ترفضه بكره؟ طيب، هو بالنسبه للوقت احنا شايفين طبعا ان في كثير من رموز النظام السابق موجودين، بعضهم موجود في الحكومه حتى الان، بعضهم موجود في المحافظات من المحافظين. جهاز الامن الوطني كما هو لم يتم محاكمه اي حد من ضباط امن الدوله السابقين، كثير جدا منهم تم القبض عليه اثناء المظاهرات في ثوره 25 يناير. على مر 18 يوم تم القبض على المئات من ضباط ومخبري وامناء شرطه امن الدوله وتسليمهم للمجلس العسكري، ثم تم اطلاقهم من الباب الخلفي. دي معلومه موثوق فيها، مؤكده؟ ايوه، ده انا بعيني شفت حالات كتيره جدا من ده، واي حد شارك في الثوره وفي ميدان التحرير يقول لحضرتك الكلام ده. مئات لم يتم محاكمه احد من هؤلاء على حد علمي على الاقل. الحاجه اللي بعد كده ان المجلس العسكري بيدي لنفسه كل يوم صلاحيات زياده. المجلس احنا مش كله موقفه بالانحياز للثوره، لكن بنقول ان احنا نفترض ان المجلس لم يكن له عداوه مع النظام السابق. ماشي، هو انحاز للثوره في الاخر، وده هو الخيار الصحيح الذي اتخذه المجلس. لكن المجلس العسكري بعد انتخابات التعديلات الدستوريه تم العبث بهذه التعديلات، وهي الشيء الشرعي الوحيد الذي تم في مصر حتى الان، لانها كانت بناء على استفتاء شعبي مشروع، اول استفتاء حر ونزيه في البلاد. ايه نوع العبث؟ الاعلان الدستوري اللي صدر بعد تم العبث بيه بشكل مجحف. لا، يعني تم العبث بنتائج الاستفتاء بالاعلان الدستوري اللي صدر عن المجلس، لا ولا مش تم الاعلان الدستوري بس، الاعلان الدستوري رقم واحد. رقم اثنين، الوثيقه الحاكمه للدستور او المبادئ الحاكمه للدستور. رقم ثلاثة، ما يحدث اليوم من فرض قانون الطوارئ، واحتماليه، انا بقولها اهوت لحضرتك، احتماليه تاجيل الانتخابات، ودي لو حصلت هيكون كده خلاص النظام القديم تم لم شمله وتم استعاده صورته الحقيقيه ووقف على رجليه. ليس هناك شيء الا تغيير مبارك فقط. لسه الاليات هي في التعامل مع الاحداث. اللي حصل عند السفاره كان خطيرا ايضا، معلش اقول الحته دي. احنا بنقول احنا طبعا نكون مصرين تماما وسعداء باي شيء يصيب العدو الصهيوني يترك بلادنا ويذهب، ولكن التراخي الامني المتعمد حول السفاره من المسؤول عنه؟
مش في مجلس عسكري بيحرس الميدان، هو قال احنا هنخلي الميدان من قبلها بيوم. انا اتفهم هذا الامر، لكن هل اخلاء الميدان يشمل اخلاء الحراسات من حول السفارات وتسهيل دخول الناس؟ ده اللي انا بقوله. طيب دكتور خالد، هل عندكم اي ضمانات او على الاقل نوع من انواع الترتيبات بحيث انه اللي حصل يوم الجمعه اللي فاتت ما يتكررش مره تانية؟ سواء يعني في الميدان كان زي الفل طول النهار، لكن انه ده ما يتكررش في اي مكان تاني او في اي منشاه تانية من المنشات. والله انا هقول لحضرتك، الميدان مش كان زي الفل طول النهار، بس الميدان كان زي الفل من يوم 25 يناير حتى يوم 9/9. صحيح. من الذي يعبث بالامور؟ انا لا اتهم الثوار طبعا مطلقا، انا عارف ان الاقتحام السفاره شباب من الثوار الاحرار تماما، انا اثق تماما في شباب الجبهه اللي هينزلوا، احنا حضضنا الشباب ان هم ينزلوا بصوره فرديه او بصوره رمزيه للتعبير، احنا لا نتوقع اعداد كبيره، لكن احنا قلنا لن نترك القوى الوطنيه اللي بنعتبر القوى الاسلاميه منها وليست شيئا موازيا لها، لن نتركها لوحدها، هنقول لهم احنا معاكم زي ما قلنا في مواقف تانية كتير، انا بتكلم على الجبهه السلفيه خاصه، نحن معهم في هذا الحدث لمجرد اثبات الحاله، اما اذا توافقت القوى السياسيه سننزل معها ايضا ان شاء الله، انا عندي ثقه في شباب الجبهه اللي هينزلوا ان ما حدش فيهم هيشترك في اي احداث عنف، عندي ثقه ايضا في الثوار الاحرار والشباب مصر الواعي العاقل اللي هينزل، لكن اذا كان هناك ثمه من قد يندس ويحدث بعض الامور بنطالب الجهات المسؤوله انها تقف امام هذا الكلام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهه السلفيه، المشاركه في مظاهرات يوم الجمعه بكره في ميدان التحرير وفي غيره من الميادين. الجمعه اسمها ليله الطوارئ، لكن الجبهه السلفيه رفع 2 لا، طبعا لا للمحاكمات العسكريه مرفوعه من الجمعه اللي فاتت ولا لعسكره الدوله.